النهاردة وإحنا بنحضر تجهيزات مؤتمر المناخ قابلنا شيف من الشيفات اللي هيكون موجود هناك وقال لنا كلام مهم جدا، منهم إن هيكون يا جماعة في أكل للناس اللي عاملة دايت، ومش بس كده قال لنا كمان ما تيجوا نشوف مع بعض الأكل. حضرتك هيبقى لكل بكل هيبقى انترناشونال، لأن أنا عندي جايلي من دول كتير، يعني أجناس كتير، فأنا طبعا المطبخ هيبقى كتير، كمطبخ إيطالي، كمطبخ فرنساوي، مطبخ أمريكي، مطبخ شرقي، هيبقى كل المطابخ موجودة عندي، ويبقى تبقى متوزعة على كذا ستيشن وكذا مكان وكذا موقع، ولها تنظيمات وترتيبات عملية. محددة كل حاجة ولا كل كوستين؟ لا هو دي كوستري طبعا للمؤتمر اول انكلوزيف. الناس الفيجيتيريان ولا الناس النباتيه؟ طبعا في فيجيتيريان وفي ناس دايت. هل الاكل كله هيبقى هيلثي فود ولا في حاجات؟ لا مش كله هيلثي طبعا، بس الاغلبيه يعني احنا بنعتمد على 50% ما يكونش فيه كوليسترول وخلو الدهون الثلاثيه ويتناسب مع صحه الانسان ويكون خفيف. هل مثلا ادوكوا تعليمات معينه ان انتوا تعملوا حاجه عشان النظام والبيئه والكلام ده ولا طبعًا ايه هي؟ طيب طبعا طبعا احنا ادينا التعليمات في الالتزام طبعا بالشكل العام، ودي طبعا حاجه مطلوبه فينا احنا كمصريين، معروفه ان احنا بنحافظ على الشكل العام وان احنا نبقى صوره مشرفه. احنا بطبيعه الشعب المصري ان احنا فورم في حياتنا العاديه، يعني بقى العالم كله جاي لنا احنا يعني